بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الامي وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا ايها الاحبه في الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحقيقه هناك الكثير والكثير من العجائب من حولنا ربما نغفل عنها اليوم سنتحدث ايها الاحبه عن اثر الطعام والشراب على الحالة النفسية للإنسان. يعني هل تتأثر حياتك بالطعام؟ هل تتأثر حالتك النفسية بما تأكل؟ هل هناك أطعمة تزيد من الاكتئاب مثلا؟ هل هناك طعام يشعرك بالسعادة؟ اليوم أيها الأحبة مع اللقاء الرابع والعشرين من سلسلة أفلا تذكرون. نتناول هذه المواضيع العلميه التي لم يغفل القرآن عن ذكرها ايضا. ايها الاحبه، لقد تبين اخيرا ان نوعيه الطعام تؤثر على الحاله النفسيه للانسان وقد تسبب بعض يعني الانواع او الاطعمه المصنعه امراضا مثل الاكتئاب. فعندما جاء العصر الحديث بدا العلماء يبتكرون اساليب جديده في صناعه الطعام تغيرت اساليب الطعام لدى الناس وبدات معها الامراض للاسف لم يدرك العلماء ان الاساليب الجديده تضر بهذا الانسان فقد زادت نسبه الامراض النفسيه والجسديه بسبب هذه الاطعمه المصنعه ولكن عندما نرجع الى كتاب الله تبارك وتعالى نجد ان الله تعالى خلق لنا كل شيء طيب وقال عز وجل حول الاغذيه التي خلقها لنا يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله ان كنتم اياه تعبدون لماذا الخطاب هنا للمؤمنين لان المؤمن لا ياكل مثلا لحم الخنزير لان الطب الحديث اثبت اضراره الكثيره لا ياكل الاغذيه التي حرمها الله مثل الميته الدم مثل بعض الحيوانات التي ياكلونها في الخارج آه الاسلام حرم آه كل ذي ظفر حرم الخبائث حرم الميته حرم يعني كثير من انواع الطعام محرمه في الاسلام لماذا لان الله يريد لنا ان نكون في افضل حاله نفسيه ايها الاحبه العلماء يؤكدون ان افضل انواع الغذاء ما نجده في الطبيعه دون ان تمسه يد البشر طبعا اليوم أحب أن أتناول معكم دراسة أجراها فريق من الباحثين في جامعة لندن كوليج لندن كلية لندن هذه الدراسة توصلوا إلى إمكانية وجود صلة بين الإصابة بالاكتئاب وبين تناول بعض انواع الاغذيه المصنعه فالذين يتناولون كميات اكبر من الخضروات والفواكه والسمك وهذه اشياء احلها الله كلها طيبات على فكره الخضار الفاكهه الاسماك هؤلاء المجموعه التي تناولت كميه كبيره او تتناول كميه اكبر من هذه المواد الطبيعيه كانوا أقل عرضة للإصابة بالاكتئاب شيء غريب أيها الأحبة طبعا فريق البحث يقول إن هذه هي المرة الأولى التي يجري فيها النظر إلى علاقة النظام الغذائي بالاكتئاب والفريق قام بدراسة بيانات للنظام الغذائي لثلاثة آلاف شخص أعمارهم في منتصف العمر <applause> ثم قورنت الحالة النفسية لهم بعد خمس سنوات يعني تم رصد بحدود ثلاثة ألاف وخمسمائة شخص تم رصد حالتهم النفسية ثم يعني قبل التجربة فأعطوهم نظام غذائي معين يعتمد على الخضار، الفاكهه، الاسماك، بعض انواع المكسرات، الاشياء الطبيعيه التي ينصح بها العلماء. هذه الاشياء ايها الاحبه كان لها تاثير كبير لانهم قاموا بمراقبه هؤلاء ال 3500 شخص عبر خمس سنوات راقبوا الحاله النفسيه لهم ماذا وجدوا ايها الاحبه الحقيقه شيء عجيب والله وجدوا ان الحاله النفسيه لهؤلاء كانت افضل بكثير من الذين تناولوا اللحوم اللحوم المصنعه او الوجبات السريعه او الاطعمه يعني المركبه من مواد صناعيه وغير ذلك طبعا هذا البحث ايها الاحبه قسم الاشخاص الذين خضعوا للتجربه الى فئتين فئه يعتمد نظامها الغذائي على الخضاء. الخضار والفواكه والاسماك واخرى تتناول كميات من الغذاء المصنعه واغذيه تحتوي على نسبه عاليه من الدهون طبعا تبين من خلال الدراسه ان نسبه الاكتئاب لدى الاشخاص الذين تناولوا كميه اكبر من الاغذيه الطبيعيه الخضار الفاكهه اقل ب 26% من الاشخاص الذين تناولوا اغذيه مصنعه مثل المرتديلا والهامبرجر والوجبات السريعه وغير ذلك وبالمقابل كانت نسبة الإصابة بالاكتئاب في أوساط الذين تناولوا كمية كبيرة من الأغذية المصنعة تزيد بمقدار 58% عن أولئك الذين اعتمدوا في نظامهم الغذائي على الخضار والفواكه والأسماك. طبعا العلماء أيها الأحبة يقولون هناك دراسة توصلت إلى أن الذين يتبعون نظاما غذائيا خاصا يسمى غذاء دول البحر المتوسط يصابون بالاكتئاب بدرجة أقل لأن فيه مادة مهمة هي زيت الزيتون. بينما الذين كان أكلهم يعتمد على اللحوم بكثرة والدهون والوجبات السريعة كانوا أكثر عرضة للاكتئاب أيها الأحبة. شيء عجيب. طبعا العلماء من غير المسلمين ليس لديهم قاعده ثابته يستندون اليها في تجاربهم لذلك نجد ان النظريات تتغير وتتطور يخترعون اطعمه جديده يروجون لها في الاعلام يبدا الاطباء بالحديث عن فوائدها حتى بعد سنوات ينقلبون ويحذرون منها هم نفس الاطباء الذين ينصحون بها يحذرون بعد ذلك منها بسبب الاضرار الكبيره جدا لهذه الاغذيه المصنعه فالعديد من الدراسات ايها الاحبه اثبتت ان افضل انواع الاغذيه هي ما خلقه الله لنا جاهزا في هذه الطبيعه بخاصه الفاكهه الحبوب اللحوم ويقول العلماء ان الانسان الذي يركز في غذائه على الفاكهه يكون اكثر قدره على تحمل الضغوط النفسيه واكثر هدوءا لذلك يعني بعض الباحثين يقترح طريقه لعلاج الانفعالات والضغوط النفسيه من خلال الاكثار من اكل الفاكهه طبعا هذا يدعوني ان اتذكر معكم ايه في معروفه جدا في سوره الرحمن يقول تبارك وتعالى والارض وضعها للانام فيها فاكهه والنخل ذات الاكمام والحب ذو العصف والريحان فباي الاء ربكما تكذبان شملت هذه الايه الحبوب الفاكهه النخل بانواعها وبالتالي فان هذه النعم تساهم في اعطائك حاله نفسيه افضل وتكون بعيدا عن الاكتئاب، وبالتالي الطعام يمكن ان نقول له علاقه بالسعاده، لان ضد الاكتئاب هو السعاده، فانت عندما تتناول هذه الاغذيه الطبيعيه تكون يعني في حاله صحيه افضل. انظروا أيها الأحبة إلى القرآن الكريم وإلى الأغذية الواردة في القرآن أولا زيت الزيتون سماها القرآن شجرة مباركة والنبي عليه الصلاة والسلام قال كلوا الزيت والدهن به فإنه من شجرة مباركة الرمان أثبت العلم فوائد هائلة في قتل البكتيريا وبخاصة أننا نعيش الآن في عصر كثرت فيه الامراض المعدية، الرمان يعتبر قاتل اول للبكتيريا والفيروسات مطهر مطهر قوي جدا ايها الاحبه آه ذكر القران الاعناب التي اثبت العلم فوائدها في علاج السرطان ذكر القران النخيل الذي يعتبر اليوم التمر هو الغذاء الافضل لعلاج السموم التخلص من السموم والتلوث البيئي التمر رقم واحد على فكرة أيها الأحبة طبعا أحبتي في الله اللحوم يعني الله تعالى يقول فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون فالله عز وجل الذي سخر لنا هذه المأكولات وأمرنا أن نذكر اسمه الكريم عليها قبل اكلها او قبل ذبحها لماذا ايها الاحبه يعني انا تمنيت لو ان احدا من علماء المسلمين يقوم بتجربه على دماغ هذه الشاة مثلا قبل ذبحها عندما نذكر اسم الله او عندما لا نذكر شيء سوف نجد وبشكل مؤكد ان اسم الله يهدئ يهدئ الحالة النفسية لها والتوتر الشديد الذي يصيبها قبل الذبح فعندما تهدأ هذه الشاة فإن هذا اللحم سيكون أزكى وستكون نسبة البكتيريا الضارة والفيروسات وغير ذلك أقل بكثير لأن هذا سيساعد على تخلص هذه الشاة من أكبر كمية من الدماء ونعرف نحن أن الدم هو مرتع خصب للبكتيريا وللملوثات وللفيروسات وبالتالي ايها الاحبه ما الذي يحدث عندما نتبع نظاما غذائيا قرانيا القران لم يترك شيئا الا وحدثنا عنه اقسم الله تعالى بالتين والزيتون هذا المزيج ايها الاحبه الثنائي التين والزيتون، هناك دراسات تؤكد ان التين والزيتون فيه مضادات للاكسده، مضادات الاكسده مهمتها اطاله عمر الخليه، تخلص هذه الخليه من بعض انواع السموم وتخفف عمليه موت الخليه، يعني تطيل عمر الخليه لان الذي يؤدي الى موت الخليه عمليات الاكسده المستمره. وما يسمى بالموت المبرمج فالزيتون وبخاصه زيت الزيتون وكذلك التين فيه كميه هائله من المضادات للاكسده التي تطيل عمر الخلايا حتى تحدثنا في بحث غريب من نوعه ان في زيت الزيتون مواد عندما توضع على الخليه السرطانيه تقتلها خلال نصف ساعه تصوروا بحث اذهل العلماء تحدثنا عنه سابقا خذوا اغذيه القران بشكل كامل ايها الاحبه اي غذاء قراني يعني مثلا الاسماك التي سماها القران باللحم الطري فيها كميه عاليه ايضا من مضادات الاكسده فيها كميه عاليه من الفيتامينات والاملاح المعدنيه التي يحتاجها الجسم ومواد غذائيه اخرى الجسم بحاجه لها اكثر بكثير من اللحوم العاديه هذه الاسماك مسخره لنا لخدمتنا بل ان الله سخر البحر لتاكلوا منه لحما طريا لتأكلوا لحما طريا فهذه اللحوم الطرية أيها الأحبة إذا يعني ركزنا في غذائنا عليها بالإضافة للفاكهة بالإضافة للخضار الإكثار من الخضار وقليل من اللحم قليل من اللحوم الحمراء وبعض لحوم الطيور الدجاج وغير ذلك فإن هذا المزيج أيها الأحبة بالإضافة إلى الصيام يعني أنت إذا أكثرت من من هذا الطعام سوف ترهق اعضاء الجسد اجهزه الجسد ولكن اذا آه يعني اعتمدت على نظام غذائي آه ثلاثي وسنتحدث عنه في لقاء قادم ان شاء الله هذا النظام الثلاثي يعني انا اقترحته يعتمد على القران اولا والغذاء والصيام نظام ثلاثي ايها الاحبه. لماذا اقول القرآن اولا؟ لان اقوى اسلوب لتهدئة الحالة النفسية كتاب الله تبارك وتعالى الذي قال فيه: "الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب". فكلام القرآن والاستماع الى القرآن وتدبر القرآن كله يعطيك حالة نفسية تهدئ أجهزة الجسد لديك تهدئ النظام العصبي الخاص بالنظام الهضمي نحن نعلم أن كل جهاز في الجسم له نظام عصبي خاص به فالنظام الهضمي له نظام عصبي أيضا فعندما تهدئ هذا النظام فإن الجهاز الهضمي يعمل بكفاءة أعلى بكثير بسبب القرآن الكريم لأن الاستماع إلى القرآن وقلنا في بحث سابق هناك قوة يمكن أن نسميها قوة الشفاء الموجودة في كلام الله تبارك وتعالى. نحن لا نراها ولكن نتائجها نحس بها. الشيء الثاني النظام الغذائي أن يكون غذاؤك حساسا جدا لا لا تدخل أي شيء في معدتك. هذه المعدة ليست العوبة لا تدخل اي ماده من هنا وهنا ماده مصنعه ماده مجهوله لا اعتمد على التمر على انواع الفواكه وهذه ذكرها القران وبخاصه الفاكهه التي ذكرها القران الكريم بالاضافه كما قلنا للاسماك وبعض اللحوم بكميات قليله التقنيه الثالثه او الجزء الثالث او المحور الثالث في هذا النظام هو الصيام اذا قلنا القران الغذاء الصيام ثلاثه الصيام ما الذي يفعله عندما تجوع خلايا الجسد لاكثر من عشر ساعات يبدا الكبد باستهلاك السموم المتراكمه فيه تبدا الخلايا القويه والنشيطه بالتهام الخلايا الضعيفه والشاذه والخلايا الملتهبه حتى لو كانت خلايا جلديه شاذه امراض مثل الاكزيما وغير ذلك يمكن معالجتها بالصيام ايها الاحبه وبالتالي فانت عندما تعتمد هذه الاشياء الثلاثه والاشياء الثلاثه ذكرها القران يعني القران قال الله فيه وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين اذن هو شفاء فيه شفاء بالنسبه للطعام قال سبحانه وتعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، إنه لا يحب المسرفين، إذا أمرنا أن نأكل من الطيبات ولا نسرف. وثالثا الصيام عندما قال تبارك وتعالى: وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. في اللقاء القادم ايها الاحبه سوف نتحدث عن هذا النظام الثلاثي بالتفصيل ان شاء الله ونتناول الدراسات العلميه الحديثه الخاصه بهذا الموضوع فالى لقاء قريب واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.